اهلا اهلا، يلا قريب عشان تاكلوا. طيب ماشي يا مامي، حاضر انا جاي اهو. يلا يا اما، عشان اتاخرتي خالص عشان تاكلي. يلا عملي لك الدوناتس اللي انتي بتحبيها. بابا بقول لك ايه، انا كل مره ماما بتعمل لي دوناتس اللي انت بتحبها مش بتعملي اللي انا بحبها، فانا كده مش عاجبني. طيب خلاص ماشي يا حبيبي، انا هتكلم مع مامتك ونشوف حل الموضوع ده. طيب ماشي، تسلم ايدك يا مامي على الاكل، عجبني جدا. ربنا يخليكي ليا ويخليكي ليا يا حبيبتي. انا هطلع بقى فوق اشوف هنا فين. اما قصدك يا ماما، قصدي اما فين. انا مش عايزه انزل اكل بجد، انا حاسه ان انا متضايقه قوي، هما نسيوني هنا ولا ايه؟ اما مالك يا حبيبتي، عايزه تنزلي تاكلي ليه؟ مامي مش انتوا قلتولي ان انا اميره؟ انتوا بتعاملين ان انا كاني واحده عاديه، المفروض ان انا اميره لو سمحتوا. طبعا انتي اميره، واكيد طبعا من عملك كان انتي اميره، بس بجد يا مامي انتوا بتعاملوني بطريقه غريبه قوي، انا مش حاسه ان انتوا بتعاملوني كاميره زي زمان. طيب خلاص يلا يا اميره، اما عشان تنزلي تاكلي، عملتلك الاكل اللي انتي بتحبيه. بجد يا مامي؟ ايوه يلا يا اميره، اتاخرتي خالص. يلا يا اميره اما. طيب ماشي يا مامي. طب انتي كنتي بتشيليني زمان بس كده؟ حاضر هشيلك واعملك كل اللي نفسك فيه. هيه ميرسي يا مامي قوي. يلا يا اما، اميرتي اما، حبيبه قلب ماما وروح قلب ماما. يلا بصي، عملتي الاكل اللي انت بتحبيه. الله عملتي لي بيت انا بحبه جدا. عملت لك بقى البيت بتاعك اللي انت بتحبيه عشان تاكليه كله عيون كمان. ميرسي بجد يا ماما، الحمد لله. اما اكلت عشان خاطر دي كانت مطلعه عين امك. فعلا كانت مطلعه عينيا. بجد ميرسي جدا جدا يا مامي، الاكل كان طعمه تحفه. العفو على ايه يا حبيبتي، انا موجوده عامه لو عوزتي اي حاجه. اوكي ماشي يا مامي، انا بحبك قوي، كنت عايزه اروح اتفرج على التلفزيون. طيب نقعد بقى نتفرج حتى على التلفزيون هنا مع بعض. اوكي ماشي يا ماما، نتفرج احنا الثلاثة مع بعض على التلفزيون. الله اما جد، ازيك يا اما، عاملة ايه؟ الاميرة اما يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ اميرة اما عاملة ايه؟ انا كويسة، انت اخباركم ايه؟ احنا كويسين. بصي عايز اتفرج لوحدها على الكرتون، خلاص اقعدي يعني اتفرجي على الكرتون، واحنا هنخش جوه نتفرج على الايه، على التلفزيون هنتفرج عليه. ماشي طيب ماشي مامي، انا هقعد هنا اتفرج على الكرتون. حطيتلك بقى شلته يا اميره اما، وخليكي قاعده هنا. اوكي طيب ماشي يا مامي، بحبك قوي وانا كمان بحبك قوي يا حبيبتي. ايه مامي فعلا بتحبني. بقول لكم ايه، لازم نخش اسرق البيت دلوقتي، انا عايزه ان انا اشوف حل للموضوع ده. ايه ده، انا مش هسرق البيت، انا هسرق البنت واطلب فيها فاتية، انا لازم اجيب فلوس، مش هينفع كده. طب اسرق البيت ازاي؟ لازم اخش اسرقه دلوقتي، لازم. بقول لكم ايه، شيلي رجلك بقى، انا عايزه اقعد معاكي هنا شويه. طيب ماشي يا ماما، خلاص براحتك، اعملي اللي انت عايزاه. خلاص احنا كده كلنا قاعدين على الكنبة ومنورين. ايه ده، الحمد لله البيت بقى جاهز، اقدر اخش اخطف البنت اللي قاعدة لوحدها دي بسرعة، واطلب بقى فيها فدية. يا رب يكونوا هيدفعوا لي فيها فلوس، ولا هيكون مش بنتهم اصلا. هفتح الباب كده بالراحة وهاخد البنت واطلع اجري. بقول لكم انتوا سمعتوا ده الصوت حتى فتح الباب؟ لا لا لا، ده في التلفزيون. اي كابلت وقعت، بس الحمد لله انا كويس، الحمد لله. ايه الصوت الغريب ده، قاعدين بتتفرجوا على التلفزيون، الحمد لله مش سامعيني. تعالي يلا يا جميلة، هاخدك معايا فسحة وارجعك تاني على طول. الحقوني الحقوني، انقذوا الأميرة أنا، الحقوني الحقوني الحقوني.
مش بقولك اسكتي خالص وما تتكلميش. ايه ده، انا سامع صوت اما. ايه ده، الحق يا مارتن، اما اختفت. لا، فين اما بنتي؟ الحقوني الحقوني. ايه ده بجد ماما، انتي بتهزري وتتكلمي بجد؟ ايوه، اما اتخطفت يا جماعه، انا مش لاقيها اصلا، مش لاقيها. يعني ايه مش لاقيها؟ كنا قاعدين كلنا في البيت مع بعض، مش فاهم يعني. الظاهر في حد دخل وفتح الباب، مش قلتلكوا، وخطفها وجري. لا، يا نهاري، حد خطف اختي اما؟ لا، لازم اعرف ده مين. لو سمحت سيبني في حالي بقى، انا بجد ما عملتش حاجه. لا طبعا، انا عارف انتي ما عملتيش حاجه، احنا مش هعملك اي حاجه، انا بس هكلم مامتك وباباكي واخد فيكي فلوس وكده ارجعك تاني على طول. ايه ده بجد؟ طب انا عايزه امشي بقى دلوقتي. لا مش هينفع خالص، خليكي قاعده معايا هنا شويه لحد ما مامتك وباباكي ياخدوكي بنفسهم. طيب بس انا عايزه ان انا اكلمهم. طيب، وحشوني جدا. بجد عايزه اشوف ماما وبابا، لحسن انا متضايقه قوي ان انا قاعده لوحدي هنا. لا ما تخافيش خالص، انا هكلمهم لك وهم دلوقتي وهنعرف الموضوع ده اكتر. اوكي ايه بجد، ده انا ماما وحشوني. لو سمحت بقى حاول ان انت تكلمهم لي. ما انا قلت لك بقى خلاص اكلمهم لك. اقعدي ساكته بقى، ما ترخميش عليا بدل ما ارخم عليكي. احنا جينا اهو، انا مش قادر افهم، الباب مفتوح عادي، ده كأن كان في حد معاه المفتاح. بجد يعني، هو في حد نعرفه هو اللي عمل كده ولا ايه؟ انا مش عارف. بصي هو في كسر كده هنا خفيف، بس انا مش عارف ده قديم ولا من الراجل ذات نفسه. ولا احنا كمان عارفين، بس هي مش في اوضتها خالص، ودورنا عليها في كل حته في البيت. انا قلقانه على بنتي قوي، حاولت تجيبها لي يا مارتن. بجد انا منهاره، املي كل حياتي، حاول ان انت تجيبها لي. انا عايزك بس تهدي بس يا مدام، وتحكي لي اخر مره كانت عامله ازاي، ممكن نعرف اي تفصيله صغيره. هي البيت ده ما فيهوش اي كاميرات؟ لا حضرتك، في كاميرات ممكن احنا نشوفها. ايه ده ماما، الحقي، ده في كواب جه، وحتى جابه وطلع يجري. ايه ده، هات الجواب بسرعة. الحمد لله، في دليل اهو ان بنتي اتخطفت زي ما انا بقول. الحمد لله. ايه ده في واحد عايز 1,000,000 دولار عشان خاطر يرجع لكم البنت، وماضي بخط ايده. ايه الهبل ده، في حد يعمل كده؟ ده حرام يا ماضي. طب الحمد لله ان هو ماضي بقى، عشان احنا ممكن نعرف ان احنا نجيبه تاني. ما تقلقوش خلاص، عارفه احنا هنقبض عليه على طول. بجد يا رب وضع عليه على طول. الحمد لله، احنا عرفنا كل حاجة. اه مش بقول لكم ما تقلقوش خالص. ايه، احنا كده مستنيين الفلوس، هتجيلنا دلوقتي وهاخدك بقى ركعك عند مامتك وباباكي تاني. الله، بجد هرجع عند ماما وبابا. اهو شكل الحرامي، اهو دم الخط بتاعه، عرفنا نجيب هو اسمه ايه ونوعه ايه وساكن فين. الله، كويس جدا، ده العلم متقدم قوي، البوليس بقى متقدم جدا. اه امال انت فاكر ايه، احنا ما بنهزرش يا ابني. الله، ايه، الحمد لله اخيرا. يا رب يجيبوا بقى بنتي بألف سلامة، على حسن ممكن يكون واحد متوحش ولا مجنون عمل فيها حاجة ولا بتاع. ما تقلقيش يا فندم خالص، كله تحت السيطرة، نعرف احنا نسيطر عليها، ما تقلقيش خالص. طيب ماشي، انا قاعدة مستنية، يا رب تجيبها لي بقى وتكون كويسة. ماشي اوكي. انا مش عارف، انا قلقان جدا على اختي. بصوا احنا ده تقريبا المفروض يكون المكان بتاعه، خليكم انتوا، احنا هنخش نشوف. يا ربي، عايز ارجع البيت بقى بتاعي. بوليس، افتحوا الباب هنا دلوقتي، المكان كله محاصر، افتحوا الباب. ماما بابا، نفسي يكونوا جم تاني، وحشوني اوي. ماما بابا، محدش يتحرك، هنضرب المسدس ده فيك. ايه ده، انتوا جيتوا ازاي؟ انا كنت طالب 1,000,000 دولار، انتوا عرفتوا تجيبوني ازاي؟ ماما بابا، يا رب الاقيهم بقى، وحشوني جدا. ماما بابا، الحمد لله احنا قبضنا عليكم، طلعتوا حرامية خطرين جدا، الحمد لله. انت ماضي بخط ايدك يا ابني على الورقة الفدية. تعالي يا حبيبتي، ما تقلقيش، احنا هنرجعك لمامتك وباباكي. مش انتي الأميرة أما؟ ايوه انا الأميرة أما.
طب خلاص يلا تعالي بقى عشان نرجعك ليهم. بجد الله ترجعيني ليهم، واو مش قادره اصدق نفسي ارجع تاني لماما وبابا لحسن انا كنت اتبهدلت خالص. يلا بقى يا حبيبتي تعالي وهتنبسطي جدا. ماما بابا جوليان انا وحشتوني، وحشتيني جدا جدا يا اما، بنحبك قوي قوي قوي.